اللي انا بقصده هنا اللي بقى عايز اطمن بيه اهالينا لاولادهم في المدارس، ان المنظومه بفضل الله سبحانه وتعالى مستقره ومؤمنه، ومفيش فيه مشكله في الكلام اللي كان قبل كده يعني بيتقال، لا مفيش كلام من ده. النهارده بنحاول ان التغذيه ديت حتى من باب عناصرها الغذائيه تبقى مناسبه للمراحل السنيه اللي بتقدم لها يعني.